بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المرة اللي فاتت كنا عملنا ريفاكتور، واخر حاجة عملناها الباند المسج الانجليش ايرور والارابيك ايرور، وشفنا الدنيا ما فيهاش اي مشكلة نهائي. هنخش النهاردة نكمل موضوع الكوميونيكيشن ونشوف موضوع اللغة. قبل ما اخش واقول لكم اي حاجة، كنا عملنا حاجتين قبل كده، الا وهي البيد اوثنتيكيشن، وعملنا اي بي اي بتعمل اوثنتيكيت عن طريق اليوزر. طبعا انت عارف ان السيستم بتاعنا فيه 2 يوزر، فيه اليوزرز وفيه الاورجانيزيشن. عندنا 2 تو تايب اوف يوزرز بيخش عندنا على السيستم بتاعنا، وكل يوزر منهم ليه رول. خلينا ناخدها واحده واحده. كان عندنا الاورجانيزيشن ديت المؤسسات، ودي اليوزرز اللي ممكن تخش عندي عادي جدا. عملنا البيز اوث بتاعنا، والبيز اوث اللي هو ان انا عن طريق ان انا بروح هنا، بروح على اي اي بي اي عندي في الابلكيشن. طبعا الابلكيشن كله معمول له سكيورتي، فبروح على اي اي بي اي وليكن التست ديت. دي التست ديت معمول لها سكيورتي، فما ينفعش اخش عليها غير لما اكون عامل لوجن. فلو رحت مثلا جبت التست اللي ستارت، لو رحت هنا هو تيست ستارت، لازم احط البيز اوث. والبيز اوث في اليوزر نيم والباسورد احنا كنا عملناها قبل كده، يعني الموضوع ده احنا عملناه امبلمنتيشن قبل كده عن طريق ده. كان لو رحنا على الاورجانيزيشن اهو، هتلاقي ده اللي هو الريفرنس اي دي، اذن الشركه ليها ريفرنس اي دي، فرحت هنا حطيت الريفرنس اي دي بتاعها، وعندي هنا الباسورد بتاعها. فلو عملت سند يدخلني عادي خالص. طب لو دخلت واحد غلط، وليكم المنظر ده اهو، هيقول لي ايه؟ انا مش اوثنتيكيتد لانها غلط. تمام. وكنا عاملين فانكشن تانية لليوزر بقى، اللي هي بديله اليوزر نيم والباسورد اللي احنا كنا شغالين عليها في الفيديوهات اللي فاتت، وبعمل سند. لو تمام، مش تمام هيقول لي ايه؟ غلط. حلو الكلام، حلو الكلام. طيب كده احنا عملنا ده، عملنا اهو، قال لك ايه؟ الدنيا مش ايه؟ الدنيا مش صح، لان كلمه المرور غير صحيحه. طيب حلو كده، احنا عملنا البيت اوثنتيكيشن دي الاورجانيزيشن، واليوزر او اللوجن يوزر دي لمين؟ لليوزر. طيب تعالى كده بالمره نعمل كمان لوجن يوزر للاورجانيزيشن. فكنا عاملين اي بي اي كنا عاملينها قبل كده، اللوجن يوزر لمين؟ للاورجانيزيشن. طبعا اول ريفاكتور عاوزين نعمله وما خدناش بالنا منه. تمام خلاص، مش هنعمل الريفاكتور ده دلوقتي، سيبه دلوقتي. ولكن خلينا نقول ان احنا كده هيكون عندنا اي بي اي هي فعلا معموله لليوزر، واي بي اي لللوجن اورجانيزيشن ديت عن طريق اي بي اي، وده عن طريق البيز اوثنتيكيشن. عاوزين نعمل كمان واحده اورجانيزيشن زي الايه؟ الاي بي اي ديت. طيب اذا هيكون عندنا مدخلين للاورجانيزيشن ومدخل واحد للايه؟ لليوزر. حلو جدا. فانا هاجي هنا قبل ما اعمل اي حاجه، ده اللي هو الاوث دي تي او اللي كان بيرجع لللوجن يوزر، هغيره بس، هغيره، هعمل له ريفاكتور، ريفاكتور بس للاسم، هقول له ريفاكتور رينيم، واقول له ايه؟ يوزر اوث دي تي او. طيب ده موجود اصلا قبل كده، يوزر اوث دي تي او، تعالى كده نشوفه. اه ده يوزر اوس، ده المفروض الريكوست صح؟ ايوه. لا ده مش الريكوست، اليوزر اوس دي تي او ده كان بنعمل بيه ايه؟ خلينا كده نعمل فايند، او ده خلينا نعمل كده كليك يمين فايند، او يو فايند. تمام. في اليوزر دي كانت ايه؟ في الكرييت، الكرييت دي كانت ايه؟ كرييت يوزر. ايوه تمام، ده كان بيكريت يوزر، يوزر دي تي او. ممكن نخلي ديت ريفاكتور رينيم، نخليها يوزر دي تي او مش يوزر اوث دي تي او. تمام، يوزر دي تي او. حلو الكلام، حلو الكلام. دي الاي بي اي اللي كانت بتكريت يوزر، لسه ما عملناش فيها حاجه، عملناها بس ككده ولسه هنغير فيها مش دلوقتي. تمام، خلينا نروح ديت نعمل شيفت اف 6 على طول، المفروض شيفت اف 6 ولا ايه؟ ريفاكتور شيفت اف 6 بس مش شغال عندي. ايا كان هنعمل يوزر اوس دي تي او.
حلو كلام، حلو الكلام كده، غيرناها. ده اللي كان بيرجع في مين؟ في لوجن يوزر. طيب هنروح نعمل كمان واحدة، بس هنسميها ايه؟ هنسميها او ار جي، اورجانيزيشن اوث دي تي او. فيها مشكلة؟ مفيهاش مشكلة، هيرجع الاورجانيزيشن اي دي، هيرجع الاورج اي دي والاكسس توكن برضو عادي، والاكسباير ات والريفريش توكن والرولز طبعا ما فيش حاجه اسمها ادمن فيها، ويرجع السكوب ليها ايه؟ ليها سكوب. فيها اي مشكله؟ ما اعتقدش ان فيها ايه، ان فيها اي مشاكل لغايه دلوقتي. طيب كويس، بعد كده هروح في الاوث كنترولر واقول له والله انا هنا هبدا اكتب الايه، الكود بتاعي. اول ما ريتيرن هريتيرن ريسبونس انتيتي دول اوكي زي دي بالظبط اهي، هاخدها كوبي بيست اهي، بس مكان اوث يوزر بدل الاوث يوزر ديت هروح انا. طبعا انت عارف ان الاوث يوزر ديت دي موجوده في الاوث سيرفيس امبلمنتيشن، ودي عامله امبلمنت من الاوث سيرفيس، فانا هروح هنا وهاخد ديت واقول له ايه، واقول له والله هعمل واحده تانية هسميها هترجع اورج اوز دي تي او، اسمها اوز اورجانيزيشن. تمام حلو، بتاخد برضو الماب هي هي. طبعا قلنا يا جماعه ان احنا خلاص هنتعود على موضوع الكومنتس، فبعمل زي ما انت شايف، عملت باك سلاش تو استريك وانتر، هو بالبارامتر ايه والريتيرن. تمام ده الريتيرن هيكون ده، ده الريتيرن ايه، ده الريتيرن بتاعي، ده هيكون الريتيرن بتاع الاي بي اي، ايه الاي بي اي بتاعتي. حلو الكلام، بعد كده هروح انا ارجع تاني للاوث سيرفيس امبلمنتيشن، طبعا هجيب لي ايرور عشان اعمل اوفر رايد على الابستراكت فانكشن عملتها هناك، اهو امبلمنت ميثود هيعمل لي امبلمنت تحت، او هيعمل لي امبلمنت هنا اهو. تمام طبعا هو عمل لي امبلمنت هنا ليه؟ بص معايا الستاندرد اللي مشي عليه ان كل الفانكشن اللي بيعملها اوفر رايد بتيجي تحت بعضيها، لكن اللي تحت هتلاقيهم كلهم برايفت فانكشن، فالبرايفت فانكشن بيخلوهم في الاخر وقبليهم كل الاوفر رايد فانكشن. حلو الكلام، حلو الكلام. طيب هنعمل ايه؟ هرجع تاني كده هنا في الاوث سيرفيس اشوف بس الكومنت، هل الكومنت تمام؟ ايوه ده بالرمز. هقول له ايه هنا؟ هعمل بس كومنت اقول له لوجن with organization اهو. فيها اي مشكله؟ ما فيهاش اي مشكله، خلاص الاوث سيرفيس انا خلصتها مش عاوزها، هاخد الكومنت ده برضو هو هو واحطه فين؟ واحطه عندي هنا. حلو، نيجي هنا اول حاجه عاوزين نعملها ايه؟ زي ما عملنا فوق هنا، اول حاجه هو بعت لنا برامج. تمام، فاول حاجه عندي انا شايفها للاورجانيزيشن المفروض يجيبها، الا وهي الريفرنس اي دي، ريفرنس اي دي. حلو الكلام اهو، مش احنا عندنا هنا ريفرنس اي دي. تمام اهو، تمام الريفرنس اي دي ممكن نخليها ريفرنس اندر سكور اي دي. حلو، والباسورد. اذا انا مش محتاج من اللوجن بتاع الاوث اورجانيزيشن الريفرنس اي دي والباسورد، لا اكتر ولا اقل. طيب وبعدين، بعدين زي ما عملت هنا اهو، انا مش هقول لك ان انا بقى ايه، ان انا بعمل المعجزه، لا ده انا بقى ايه، بقلد طريقه اليوزر. طيب بعد كده هقول له عاوز اعمل فاليديت يوزر برام، بس عندي هيكون ايه، فاليديت مش يوزر برام، هقول له فاليديت اورجانيزيشن برام. حلو، وهبعت له طبعا هنا هيبقى الريفرنس اي دي، او ريفرنس اي دي. حلو الكلام اهو، والباسورد هقول له يا عم طبعا فاليديت برامز اوف اورجانيزيشن.
هقول له يا عم كريت لي الميثود بتاعتي تمام، او كريت هذا هو لو انت شايفها. قال لي فاليديت اورجانيزيشن برام. حلو الكلام، حلو الكلام. هعمل ايه؟ هاخد نفسي يا عم اهو فاليديت يوزر برام، هاخد ايه دي كوبي بيست بس عشان اختصار الوقت واحطهم فوق وتعالى نتشيك. هقول له ايه؟ هقول له والله لو الريفرنس اي دي ايكوال ايكوال نال اند 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 ايه؟ احنا ليش غير الريفرنس اي دي؟ فالريفرنس اي دي هو ده اللي عندي اللي هيعمل بي لوجن، فهشيل ده اهو. هاخد الريفرنس اي دي اهو واقول له ايرور بارامتر لو الريفرنس اي دي اللي جاي دي ايكوال ايكوال نال. والله يا عم الحاج كده انا محتاج اصلا الريفرنس اي دي، فهقول له ايرور دوت بارامتر دوت ريفرنس اي دي دوت انفاليد. حلو، واقول له ايه البارامتر بتاعتي هتكون ايه؟ الريفرنس اي دي فقط. تمام. طبعا ده كنا اخر كود واقفين عنده لو حد فاكر، أربعة كان آخر واحد، كنترول اف 005 كده، لا مفيش خمسة. تمام، يبقى هنيجي هنا، هنيجي هنا وأقول له الكود بتاعك 005. طيب لو ما دخلش هنا مش هيصير له الاكسبشن ده، فهيروح هنا في الباسورد فيقول له ايرور الباسورد دوت انفاليد. طيب عشان ايه؟ عشان نفرق بين الباسورد بتاع الاورجانيزيشن والباسورد، او ممكن نسيب الباسورد اللي هو احنا عندنا هنا اتنين بيثرو. بص معايا، ركز معايا، عندنا هنا في ثرو باسورد انفاليد، وهنا برضو ثرو باسورد انفاليد. تمام، تعالى كده نشوفهم في المسج باندل بتاعتنا اهي. ايه قصدي هنا، هنا اهي. تمام اهو، قال لك انفاليد بارامتر يو ماست انتر باسورد. ده خلاص هنستخدم ديت للاثنين عادي جدا، فانا مش هعمل حاجه جديده، هسيبها زي ما هي. هقول له لو الباسورد ايكوال ايكوال نال هيروح ينادي المسج اللي هناك اللي احنا شايفينها من دلوقتي، ونخلي دي ايه؟ ايرور كام؟ 6 باسورد. فاي مشكله؟ ما فيهاش اي مشكله. طبعا الكود ده عباره عن كود للايرور اللي انت ايه؟ اللي انت عملت له ثرو. ده ايرور ممكن تستخدمه فيما بعد في اكتر من حاجه، ممكن نشوفها ان شاء الله في حاجه زي اليونت تيست والانتجريشن تيست، مش دلوقتي. اعتبر ان كل كود بديله رقم، فانا لغايه دلوقتي واقف عند 6. طيب عملنا الفاليديت اورجانيزيشن برام، طبعا زي ما انت عارف قلنا نعمل كومنت، خلاص احنا اتعودنا خلاص. هقول له ايه؟ فاليديت اورجانيزيشن ايه برام. حلو الكلام، حلو جدا الكلام. خلاص نرجع تاني للفانكشن بتاعتنا كده، عملنا ايه؟ فاليديت للبرام اوف اورجانيزيشن. تمام، عملنا ايه تاني في الايه؟ في اليوزر. بعد ما عملت فاليديت برام اوف اورجانيزيشن بفاليديت اليوزر اس، فاخد دي هي اهي. بس لما اجي فاليديت هفاليديت مين؟ هفاليديت الاورجانيزيشن اس، هشوف هل الاورجانيزيشن عندي او هل الايه الريفرنس اي دي والباسورد اللي جايين لي هل موجودين في الداتابيز عندي ولا لا. فانا هقول له هبعت لك ايه الريفرنس اي دي والباسورد. حلو الكلام، واقول له فاليديت اورجانيزيشن اوث اهي. تمام، ودي هترجع لي ايه؟ هترجع لي اورجانيزيشن. تمام اهي، حلو الكلام، فاليديت اورجانيزيشن رول. فهعمل كرييت الميثود بتاعتي. لو رحنا احنا هنا في الفاليديت او في الفاليديت يوزر اوث، هناخد دي هي هي اهي. بس بدل ما كنا شغالين على اليوزر هنشتغل على مين؟ هنشتغل على مين؟ على الاورجانيزيشن. فانا هقول له هنا المفروض هروح عندي اعمل هنا برايفت، واعمل من الاورجانيزيشن ريبوزيتوري. طبعا واعمل لها ايه؟ واعمل لها الت انسرت، الت انسرت كونستراكتور للثري كونستراكتور، واعمل اخد ات اوفر رايد احطها ايه؟ احطها فوق.
كده عملت اوتو واير. تمام، طبعا في الاورجنايزيشن روبوزاتوري هحتاج اعمل فانكشن بتفايند باي ريفرنس نمبر، هي اوريدي موجوده اصلا، هي موجوده حلو. فانا هاجي هنا واقول له ايه، واقول له في الفانكشن اللي احنا عملناها هقول له اورجنايزيشن روبوزاتوري دوت فايند باي ريفرنس اي دي دوت فايند باي ايه ريفرنس اي دي، وهدي له ريفرنس اي دي. لو هو موجود في الداتابيز هيرجع لي ايه اوبشنال اوف اورجنايزيشن، وهسمي دي ايه اورجنايزيشن. اذا اول حاجه خدت الريفرنس اي دي، رحت في الاورجنايزيشن ريبوزيتوري في الداتابيز بشوف هل هو موجود ولا لا. طبعا الريفرنس اي دي ده يونيك، يعني ما فيش تو اورجنايزيشن لهم نفس الريفرنس اي دي، ورجعهم في الاورجنايزيشن. فانا هقول له والله لو الاورجنايزيشن از بريزنت، معنى الكلمه دي بس ما عدا النفي، دي نفي طبعا. خلينا نقول ده ايه اللي هي دي اورجنايزيشن از بريزنت، يعني هي موجوده بالفعل، في فعلا اورجنايزيشن بنفس الريفرنس اي دي ده، خلاص فاضي في يعني ايوه. طب هعكسها، هو لو ديت الجزء ده بس الجزء ده لو فيه هيرجع ترو، فهل حصلوا البدل اكسبشن؟ لا، فبعكسته تبقى فولس فمش هيخش هنا. طيب لو الجزء ده رجع فولس، فولس معناه يعني ايه؟ يعني مفيش اورجانيزيشن موجوده، فعكسها خليها ترو عشان يخش ايه؟ يخش هنا. حلو، وهقول له ايه؟ هقول له ايرور دوت لوج ان نيم اور ايميل دوت انفاليد، شباك شباك كام؟ اخر واحد كنا سته، ده بقى كام؟ بقى سبعه. بس طبعا هنا ايرور دوت ريفرنس اي دي دوت انفاليد. طبعا دي المفروض ايه نروح نحطها او نعرفها في الباندل مسج. طب خلي بالك احنا كنا قبل ديت كنا عملنا ريفرنس اي دي انفاليد، لازم نروح نعرف المسج ده عندنا في الفاليديت اورجانيزيشن برام اللي هو الريفرنس اي دي مش موجود، لازم ناخد ديت نعرفها هناك. طبعا دي مش هاخدها لانها موجوده قبل كده اللي هي الباسورد. فانا هروح هنا في المسج باندل اهي، واجي هنا واقول له ايه الريفرنس اي دي، هقول له هنا هقول له انفاليد بارامتر يو ماست انتر ريفرنس اي دي، ودي بتاعت مين؟ اهو هرجع تاني اهو، دي بتاعت الريفرنس اي دي لو بنال لازم يبعته. فقلت له انت كده ايه، انت كده هتقول له انفاليد بارامتر يو ماست انتر ريفرنس اي دي. هاخد دي برضه احطها فين؟ في الانجليش، لان طبعا زي ما انت عارف ان الديفولت بتاعنا انجلش، ودي الرساله خاصه بالانجلش، العربي اللي هيتغير هاخد دي اهي واقول له هنا واقول له ايه هنا اهو، واقول له يجب ادخال، هقول له يجب ادخال، خلينا نقول دلوقتي الخاص بالمؤسسة. تمام، فيها أي مشكلة؟ الريفرنس أي دي ممكن نيجي بإدخال ونقول له هنا نحط له الريفرنس أي دي من قوسين كإنجليزي برضه عشان يبقى إيه هو فاهم معايا. بيكتب عربي. تمام، يجب ادخال الريفرنس اي دي الخاص بالمؤسسه. حلو الكلام. طبعا دي المفروض واو عليها همزه، بس طبعا الكيبورد عندي ممسوحه اهي. تمام، يجب ادخال الريفرنس اي دي الخاص بالمؤسسه. في اي مشكله؟ ما فيش اي ايه، ما فيهاش اي مشكله لغايه دلوقتي. لغايه دلوقتي الموضوع بسيط وسهل. طيب هنرجع تاني هنلاقي ان احنا كنا عاوزين برضو اللي هي ايرور ريفرنس اي دي اي دي انفاليد. تمام، فانا هاخد ديت المفروض برضو ايه هروح هناك اعرف، فهروح في الديفولت واقول له ايه زي ما قلت له هنا invalid login name or email، هقول له هاخد دي واقول له invalid reference، لا مش invalid reference ID، هقول له تمام، هقول له invalid reference ID، ان الريفرنس اي دي انت دخلته مش تمام. مش احنا هنا المفروض لما رحنا في الايه في الداتابيز نشوفها ما لقيناهاش؟ ايوه، فهقول له هنا ايه reference ID invalid، ان اصلا ما فيش، انت رحت بحثت عن طريق مين؟ reference ID.
فالمفروض يرجع لك، ما لقاش يبقى انفاليد ريفرنس اي دي، الريفرنس دي مش تمام. طيب نكمل بقى بعديها نكمل. طيب لو الريفرنس اي دي تمام ورجع فعلا وما دخلش هنا، لو دي رجعت قيمه فاورجنايزيشن دوت از بريزنت دي هترجع كام؟ ترو، هعكسها فولس فمش هيخش هنا، هيروح اللي بعديه. هشوف بقى الباسورد، هل الباسورد متشابه ولا لا؟ فهقول له باسورد انكودر، لو حد فاكر باسورد انكودر ده الايه؟ الاوبجكت كنا عملنا له اوتو وايرد عشان نماتش بين التو باسورد، الباسورد اللي جاي لي والباسورد اللي موجود في الداتا بيز. فده الباسورد اللي جاي لي. وهقول له هنا اورجانيزيشن دي اللي جايه من الداتا بيز دوت جيت، عشان هي اوبشنال، جيت بيجيب الاوبجكت دوت جيت باسورد، فجيب له الباسورد بتاعها. هل بيماتشز؟ لو دول بيماتشزهم، لو دي رجعت ايه؟ لو دي رجعت ترو، لو دي رجعت ترو المفروض ما يخشش هنا، فعشان كده بعكسها تبقى فولس ما يخشش هنا، لانهم لو الاثنين ماتشز مش هيسرقوا اكسبشن. حلو الكلام. طيب لو ديت اللي انا محددها رجعت فولس، معناه ان انا رجعت فولس ان الباسورد اللي مدخله مش زي الباسورد الداتا بيز، ففولس هعكسها هخليها ترو عشان يخش ايه؟ هنا. طبعا هنا انا مش هعرف ديت، ليه مش هعرف ديت؟ لانها المفروض هي موجوده قبل كده. يعني هي هنا لو انت جيت هنا هتلاقي فيها ايه؟ invalid password متعرفها، فمش عرفها تاني، خلاص هو هيروح عليها ايه؟ عليها على طول. طبعا الجمله ديت احنا عرفناها، الجمله دي احنا عرفناها بس في المسج، لكن ما عرفناهاش في الاي ان ولا عرفناها في الاي ار. ركز معايا كويس جدا. فهنا invalid reference id في الاي ان، invalid reference id هقول له هنا، هقول له الريفرنس اي دي الريفرنس دي الخاص، بالمؤسسة غير صحيح. حلو الكلام، حلو الكلام كده، عرفتهم في الايه؟ في الثري مسج بتوعي. نرجع تاني اهو، كل حاجه تمام. لو هو ما دخلش هنا وبرده ما جاش هنا ولا دخل هنا، اذا هقول له ايه؟ ريتيرن، هقول له اورجانيزيشن دوت مين دوت جيت. كده رجعت اوبجكت من اورجانيزيشن دوت ايه دوت جيت. حلو الكلام لغايه هنا، ما فيش اي ايه؟ ما فيش اي مشاكل خالص، جميل جدا. طبعا طبعا ما تنساش احنا كنا واقفين عند 7 هنا، تخلي ديت ايه؟ 8، عشان برضو الناس ما تتوهش معايا. انا كل حاجه عملت فانكشن اسمها اوث اورجانيزيشن، اول حاجه بتاكد ان يوزر، بجيب الريفرنس اي دي والباسورد اللي حامل بيهم لوجن عن طريق الاورجانيزيشن، وعملت فاليديت اورجانيزيشن براه بيتاكد ان الريفرنس اي دي والباسورد مش ايه موجودين، وبيثرو الرساله ديت في حين ان دي بنال، وبيثرو ديت في حين انها بايه؟ انها بنال. طبعا ديت ما كانتش موجوده قبل كده، فروحت هنا وهنا وهنا عرفتها اهي. فيها مشكله رجعت تاني اكمل. بعد ما خلصت ديت رحت بقى اشوف هل بعد ما اتاكد هو لو عدى من الخطوه ديت وما عملش ثرو اي اكسبشن، اكيد يبقى هم باعت الريفرنس اي دي والباسورد. فانا حاجه هنا اقول له ايه؟ هقول له هشوف بقى هل الريفرنس اي دي والباسورد دول موجودين عندنا في الداتا بيز ولا لا. فدخلت عليها، فاول حاجه رحت الداتا بيز اتاكد ان فايند باي ريفرنس اي دي، والريفرنس اي دي ده يونيك، يعني مفيش اثنين اورجانيزيشن ليهم نفس الريفرنس اي دي. فجيت هنا فبشوفه، لو مش موجود بخش ثرو الانفاليد ريفرنس اي دي، وده مش موجود عندنا فرحت عرفته هنا وهنا وهنا. فيها اي مشكله؟ مفيش اي مشكله. وهنا لو هو تمام بروح اشوف الماتشز الباسورد دو، ده اللي هو الايرور دوت باسورد انفاليد، دول اصلا موجودين عندنا قبل كده، اللي هو ايه اهو ايرور باسورد انفاليد اللي هو ده موجود، فمش هعرفه تاني، هو موجود اصلا. تمام، واعمل ريتيرن اورجانيزيشن دوت جيت، وبقى كده انا لغايه هنا رجعت بمين؟ رجعت هنا هعمل اوبشن ده اسمه اورجانيزيشن. اذا لو هو وصل اللاين ده وكله تمام هرجع الاورجانيزيشن الخاصه بيه نفس خطوات بالظبط مين، نفس خطوات اليوزر. طيب هنعمل ريتيرن، بس لما كنا هنعمل ريتيرن يوزر اوس دي تي او، هنيجي نعمل هنا ونعمل ريتيرن اورجانيزيشن، هو بيكتب بالعربي
اورجانيزيشن اس دي تي او اللي هي الاو ار جي. تمام، وهنا هقول له ايه؟ طبعا اول حاجه هنبص عن طريق الكونستراكتور اورجانيزيشن دوت جيت اي دي، طبعا التوكن لسه ما فيش، الاكسباير دي الاكسباير دي بتاعه لسه ما فيش، الريفريش توكن لسه ما فيش، هقول له اورجانيزيشن دوت جيت رولز، وهنا ما فيش ادمن طبعا، وهنا هقول له اورجانيزيشن دوت جيت سكوب، ويبقى كده احنا بصينا او رجعنا الاوبجكت بتاعنا اللي هو الاورج اوث دي تي او. طبعا لو دخلنا على الاورج اوث دي تي او، خلينا نقفل بقى المسج دي خلاص مش محتاجينها بعد كده، عرفنا اللي احنا عاوزينه. هنا بيرجع ايه؟ الاورج اي دي طبعا، هنا هيكون اورج، خلي بالك اورج اندرسكور اي دي، اكسس توكن، اكسباير ات، ريفريش توكن، والرولز والسكوب. اذا عن طريق الكونستراكتور، لان انا عامل اد داتا بتكريت الديفولت كونستراكتور، والكونستراكتور نو ارجيومنت كونستراكتور، ده الديفولت كونستراكتور، اول ارجيومنت كونستراكتور ده الكونستراكتور اللي بيكريت كل البارامتر، فعشان كده استخدمناه هنا. هو عملنا ايه؟ ريتيرن الاي دي ثم التوكن ثم الاكسباير ديت بالترتيب، بتبدا تحط ايه القيم عن طريق الكونستراكتور عشان اللون بوك تقدر تستخدم بيها النيه بتاعتك. اللون بوك بتوفر لك انوتيشن اسمها ات اول ارج كونستراكتور، بيكتب لك كونستراكتور بكل القيم دي. طيب في هنا عندنا مشكله، تعال نشوف او ار جي دوت جيت رولز. تمام، دوت جيت رولز هنا ريفريش توكن. طيب هنا الرولز اللي راجعه، الرولز اللي راجعه هنا الداتا بتاعتها يوزر رول، لا احنا عاوزين اورجانيزيشن رول بقى خلاص. احنا هنا شغالين في الرول، يعني هنا لو انت جيت تشوف انا بس هوريك الفرق، هنا اورجانيزيشن رول صح، فالرولز اللي راجع هترجع اورجانيزيشن رول، لكن اليوزر دي تي او او اليوزر اوس دي تي او اللي هيرجع ايه؟ يوزر رول، فمختلفه دي حاجه ودي حاجه، فعشان كده عملناها اورجانيزيشن رول. لو رحنا هناك نلاقي ايرور ايه؟ نيل ايرور راح، مفيش اي مشكله كده، انا بوصل اورجانيزيشن رول فعلا 10 على 10. في اي مشكله؟ مفيش اي مشكله، وكده يبقى خلصنا الاي بي اي بتاعتنا. جميل، خلينا نعمل ريران، وادي الاي بي اي بتاعتي لوجن اورجانيزيشن هي نفسها. خلينا نعمل دوبليكيشن اهو، هروح هنا اقول له دوبليكيت. تمام، واقول له هنا هاخد بس الاسم اللي هو الاورجانيزيشن، طبعا خلينا بس نغير الاسم ده نخليه اورجانيزيشن، هقول له رينيم واخليها بايه، اقول له بيت اللي هو البيت اوث. تمام، دي هخليها اللوجن اورجانيزيشن اللي هي بتاعت الاي بي اي. اذا كده عندنا في فريند فايندر الخاص باللوجن عندنا لوجن يوزر، لوجن اورجانيزيشن، لوجن اورجانيزيشن بيد اوث. طيب نخش هنا هيبقى اوث، تعال كده نشوف الاي بي اي بتاعتنا اوث لوجن اورجانيزيشن. حلو الكلام، اوث لوجن اورجانيزيشن حاجه في البادي، هبعت يوزر نيم وباسورد، تعال كده نبعت يوزر نيم وباسورد. لو عملت سند، بص خلينا نعمل سند اهو، بعمل سند اهو، ركز معايا لوجن اورجانيزيشن ده رجع لي ترو، لا في حاجه هنا مش صح، في حاجه هنا كده مش صح، تعالى كده نشوف بس جيت. تمام، اه ليه هو رجع لي الدنيا صح؟ حد عارف؟ لان هو هنا لما راح على مين؟ على الاوث يوزر، يعني راح على نفس الايه؟ الفانكشن ديت، وبعت له يوزر نيم باسورد، وفعلا يوزر نيم باسورد موجودين قبل كده. لا هنا المفروض نغير الاوث يوزر، نخليها بقى ايه؟ اوث اورجانيزيشن، اوث ايه؟ اوث اورجانيزيشن، طبعا دي بترجع بقى ايه؟ اورج اوث دي تي او. كده يبقى احنا خلصنا فعلا الاي بي اي بتاعتنا، غيرنا الاي بي اي بترجع اورج اوث دي تي او، دي بترجع يوزر اوث دي تي او، وديت بتنادي الفانكشن اسمها اوث اورجانيزيشن، لكن دي بتنادي الفانكشن اسمها اوث يوزر. حلو الكلام؟ حلو جدا الكلام. تعالى كده نعمل رن تاني كده ونجرب.
بيعمل ريران اهو. تمام، عمل ريران، لسه بيعمل ريران. تمام، لسه successfully. مش عارف ماله. تمام تمام هو كده، هو كده خلص. تمام، هعمل سند. هاجي بقى هنا اعمل سند. بص بقى، اول حاجه هجيب لي ايه، اكسبشن اللي هو ايه، الريفرنس اي دي الخاص بالمؤسسه او يجب ادخال. طبعا هي جايه هنا بشكل مش ترتيب عشان انت حاطط انجلش مع عربي، حاطط ايه، انجلش مع عربي، يعني الجمله جايه جايه هي بس مش محطوطه بترتيب صح، مش محطوطه بايه، بترتيب صح. هي هنا اهو، لو رحنا هنا في العربي هنلاقيها فعلا يجب ادخال الريفرنس اي دي، ولكن لما بتيجي ترجع بترجع بايه، بترجع بشكل مش مرتب. خلاص، خلينا افضل نخليه كله بالايه، بالعربي، بلاش نحط هنا انجليزي خالص، بدل ده خاص بالانجليزي او ده خاص بالعربي قصدي، خلينا نخش كلها بالايه، نحطها كلها بالعربي. يجب ادخال الرقم المرجعي. حلو الكلام، الريفرنس اي دي يعني الرقم المرجعي. خلاص حلو، خليها بالعربي كله، ما فيش هنا يكون انجليزي خالص. الرقم المرجعي الخاص بالمؤسسه غير صحيح. حلو جدا، حلو جدا. هعمل ريران وخليني اوقف الفيديو قبل ما اعمل ريران، مش عارف هو بطيء ليه، النت شكله بطيء. هيريران وارجع لكم مره تانية. تمام، هو كده ستارت. تعالى كده نعمل بقى سيند كده، تعالى نعمل سيند. بص، اول حاجه جاب لي ايه، قال لي يجب ادخال الرقم المرجعي الخاص بالمؤسسه، وهنا قال لك invalid parameter you must enter ريفرنس اي دي. حلو، اذا لازم احط الريفرنس اي دي. طبعا كان ريفرنس اندر سكور اي دي، لان انا عملت سند كده. بص، هيجيب لي نفس الايرور، هتقول لي ازاي يا عم مرجع، او انا مرجع او حاطط الريفرنس اي دي. هقول لك انت هناك في الكود، لو انت فاكر، لو انت مركز معايا شويه، احنا حاطينه ريفرنس اندر سكور اي دي. خلي بالك لازم يكون ريفرنس اندر سكور اي دي. اذا لازم برضو هنا في الديفولت لازم نحطها له عشان يبقى فاهم من ريفرنس اندر سكور اي دي، لازم يكون فاهم حاجه زي كده. تمام، وهروح هناك برضو هنا في الانجليش احطها هنا، يبقى كده هو تمام ماشي من غير الرن. خلينا نجربها، او ماشي لازم نعمل رن طبعا، ستوب اند ريرن. وطبعا لازم لما نروح هنا نبعت له ريفرنس اندر سكور اي دي، لازم. حلو الكلام، حلو جدا اهو. حتى خلينا نخليها ريفرنس اي دي ونجرب نشوف هيرجع لنا ايه. هنا اهو ستارت ده اهي. تمام، هروح اعمل سند. قال لك ايه، قال لك انفيرال بارامتر يو ماست انتر ريفرنس اي دي. طيب، طب شايف انت عامل ايه، انت حاطط هنا ريفرنس اي دي، وهنا برضو حاطط ايه، ريفرنس اندرسكور اي دي، ولكن هو مازال شايف ريفرنس اي دي ديت. ليه؟ لانك انت المفروض، ودي مشكله بتقابلك ساعات والناس بتفضل تدور، لازم تمسح التارجت عشان، او تعمل مافن كي انستول عشان هو بيكون الجار اللي مطلعها على الحاجه القديمه اللي قبل كده، اللي هي كانت اندرس، اللي هي كانت كي... اللي هي كانت ايه، كانت كده يعني. التارجت ده هو ده الجار الاخيره اللي بستخدمها عشان اعمل ديبلويمنت، فهو اخر حاجه كان عاملها تعملها كده اندر سكور اي دي. فانا مسحت دي وعملت الران، هو استخدم اخر تارجت اللي كانت معموله عن طريق ريفرنس اي دي على طول. بما ان انا عملتها ريفرنس اندر سكور اي دي، لازم اعمل مافن
كلين انستول عشان التارجت ايه يتحدث. لكن بدل انت مش عاوز تعمل ماب كلين انستول، امسحه واعمل ريران او اعمل ران، هتلاقيها فعلا بقى ايه اراها واقدر ايه يوصل لها. اذا عم بس ما نعمل ران افهمك موضوع التارجت. التارجت ده زي ما قلت لك هو الجار النهائيه اللي بتطلع من الابلكيشن بتاعك عشان تعمل ديبلويمنت منها، او دي اللي بترن من خلالها، او دي اللي برنها انا عشان ابدا ايه اتست الابلكيشن بتاعك. حلو. لو انت جيت غيرت في اي حاجه المفروض، يعني المفروض تروح تعمل مافن وتعمل كلين انستول عشان يعمل كلين للتارجت وانستول للنيو تارجت، بحيث يشوف التغييرات اللي ايه اللي تمت والتارجت يحصل لها ايه ابديت اللي انت عملتها. احنا عملنا ايه؟ احنا عملنا كده، احنا كنا عاملينها كده اي دي، وكنت عاملين التارجت على الايه على الشكل ده صح. جينا عملنا كده اندر سكور اي دي وعملنا رن، عملنا رن في الابلكيشن بتاعنا، لكن في التارجت ما زالت القديمه اللي هي من غير اي دي، من غير اندر سكور. فعشان كده اراها، اراها ايه عشان كده اراها زي ما انت شايف اي دي على طول من غير اندر سكور. هنعمل دلوقتي الرن، هتلاقي اهو كاريت التارجت الجديد بكل التغييرات اللي انت عملتها، فيبدا يقرا زي ما هتشوف دلوقتي معايا واحنا بنعمل تيست. حالا هتلاقي فعلا بقى كل حاجه قرت، ودي مشكله بتقابل بعض الناس، والناس بتعمل تغييرات يقول لك ايه يا عم انا عامل اهو وما مش مسمع ليه. فدي حاجه من الحاجات اللي ممكن تقابلك وانت شغال، خلي بالك منها، تعتبر حاجه زي الكاشنج. حلو جدا، تعالى كده نجرب. اه بص بقى، سند انجلش مسج برضو ريفرنس اي دي، ريفرنس اي دي برضو مازال مش شايفها. اه ما هنا برضو لازم هنا نحط ريفرنس اي دي، برضو هنا عندنا ريفرنس اي دي، خلي بالك منها، خلي بالك في هنا برضو اندرسكور ريفرنس اي دي. طيب والانجليش برضو هنحطها اندرسكور ريفرنس اي دي. طيب هنا اهو اندرسكور ريفرنس اي دي، ريفرنس اي دي 10 على 10. ماشي، نعمل ريران او المفروض نمسح التارجت، نعمل ستوب ونعمل ايه ريران او نعمل اي ريران. ماشي. طيب في واحد يقول لي لا، ما ممكن اما اعمل ريران هو بيمسح التارجت بيعمل ابديت. هقول لك احيانا، احيانا بس مش كل الوقت، لان في وانت شغال حتى المشكله دي بتقابلك، انك انت لو عملت اديت على بعض الفايلات ورحت عملت ريران على طول، احيانا ما بيعدلش على التارجت ويسيب التارجت زي ما هو ويشتغل عليه. لكن الخطوات الصح انك انت لازم، انت لازم كل لما بتعمل حاجه تعمل مابن كلين انستول عشان تضمن. ولكن احيانا لما بتعمل ريران، بص يعني لو في جافا كود، يعني من خبرتي وانا شغال، لو انت بتكتب هنا جافا كود وعملت ريران على طول هو بيعدل على التارجت. يعني لو انت ضفت لاينز في جافا كود، في لاينز في جافا كود وعملت ريران، هو بيعدل لوحده ومش محتاج تعمل التارجت. لكن في حاجه زي كده فريدت، او حاجه زي مثلا وليكن الريسورسز زي الشينج لوج اللي هي بتاعت الايه الداتابيز، اقصد هنا اللي هي ديت حاجه زي مثلا الكونفج داتابيز الشينج لوج اللي هي الايه الانتيتيز والكويريز والكلام ده كله. لو انت غيرت هنا ممكن ما يقراهاش، يعني اللي يكون موجود في التارجت اخر تعديل، التعديل اللي انت عملته ما يضافش في التارجت، فلازم تعمل مابن كلين انستول. لكن الخطوه الصح انك تعمل مابن كلين انستول. متفقين؟ متفقين. ايا كان مش موضوعنا، عشان لو قابلتك وانت عملت تعديل وانت عملت رن ومش لاقي التعديل، اعمل مابن كلين انستول او امسح التارجت. خلاص الموضوع انتهى وراح لحاله. تعالى نعمل كده سند وتعالى نشوف اهو خلص ولا ايه. اه لسه initialized. تمام started. تعالى بقى نعمل كده سند، قال لك اهو شايف ريفرنس اي دي لازم تدخله. اروح هنا احط ريفرنس اي دي واعمل سين، دخلت ريفرنس اي دي. طبعا ما فيش ريفرنس اي دي عندي بالشكل ده، فهيقول لك ايه الرقم المرجعي الخاص بالمؤسسه غير صحيح. فاذا هروح هنا وخلينا احط الرقم المؤسسي صح، 1 2 3 4 5 6، هعمل سين. طبعا الريفرنس اي دي موجود بالفعل، هو فعلا موجود، قال لك كلمه السر غير صحيحه. حلو، فهروح هنا واقول له اليكس 1 2 3 واعمل ايه سند. وعشان الداتا صح، طبعا قال لك كلمه السر غير صحيحه، يبقى كلمه السر مش صح، خلي الاي سمول كده
تمام، جاب لك ايه الريسبونس؟ طبعا الريسبونس شايف دخل في موضوع الانفينيتي. ليه؟ هقول لك ليه. تعالى كده لو احنا رحنا في الاوث بتاع اليوزر، الاوث بتاع ايه؟ اليوزر ده بيرجع ايه؟ ليست اوف يوزر رول. الليست اوف اليوزر رول فيها اللي هو الامبيدد اللي هو كومبوزيت كي واليوزر والرول زي ما اتشرحنا قبل كده. طيب لو احنا رحنا هنقفل دول، لو احنا رحنا على مين؟ على الاورب او دي تي او. طبعا هو هنا تعالى كده بس نشوف الكومبوزيت كي الرول هو ده ايه الرولز. هو هنا مرجع الرولز، لا في حاجة غريبة. organization get الكومبوزيت كي والorganization، طيب هو هنا مرجع ايه الرولز كومبوزيت كي والorganization. طيب لا في هنا مشكلة اهو، لو رحنا هو هنا مرجع org auth dto return new org auth dto ومرجع اهو، المفروض برجع object من ده. طيب انت ليه مزعلك؟ هو مرجع رولز، هو مرجع رولز الكومبوزيت كي والاورجنايزيشن. لا في عندنا حاجه هنا مش تمام، ركز معايا تعال نشوف ايه اللي مش تمام هنا. جميل، طبعا طبعا هو في مشكله بسيطه جدا. المشكله البسيطه ديت سبب ان انا كنت هنا حاطط هنا في الاورجانيزيشن رول، فعندنا رول اهو، عندنا رول وعندنا اورجانيزيشن رول، تمام، وعندنا اورجانيزيشن رول، تمام. انا كنت حاطط هنا رو هنا ورابط في الاورجانيزيشن رول بين الاورجانيزيشن، يعني انا عندي هنا اورجانيزيشن ايه، عندي اورجانيزيشن واحده اللي هي مين، اللي هي ديت. فانا كنت حاطط رول هنا ورابط بين المؤسسه ديت والرول ديت في الايه، في التبل ده. فانت اتاكد ان كل حاجه ممسوحه، لان موضوع الرول لسه هنشتغل عليه جزئيه عشان نهندلها. فانت مجرد ما تمسحها، تعال نروح للسند ونعمل سند، هتلاقيها بترجع لك بالشكل اللي احنا عاوزينه اللي هي الرولز والسكوب وكل حاجه، لان الرولز هتخش في انفينيتي لوب، لان بكل واحد بيدي الاوبجكت اللي بعديه، بيدي الاوبجكت اللي بعديه عن طريق الربط، هيشتغل عليها فيما بعد ما تقلقش. ولكن تاكد ان مفيش شرط حاليا، يعني اتاكد. طبعا احنا عندنا ده الاورجانيزيشن ودي الرول بتاعتنا بنحط فيها الرول، وفي تيبل اسمه اورجانيزيشن رول ده اللي بيربط ما بينهم، زي مثلا برضو زي هي بالظبط اليوزر والرول واليوزر رول نفس الفكره بالظبط، ولكن احنا ما فيش ربط عشان نقدر نرجع الداتا زي ما احنا عاوزينها، ولكن هنشتغل حته الرول عشان ايه الدنيا ما تقفش معانا، عشان لما نربط الدنيا تكون ايه، تكون تمام. حلو الكلام. فدي المشكله الصغيره هنهندلها فيما بعد ان شاء الله. تاكد بس ان مفيش ربط وتست، هتلاقي التست سليم وكل حاجه تمام. جميل جدا لغايه دلوقتي. كليك يمين هقول له جيت، اد هقول له جيت كوميت، هقول له هنا الاوث اهي، هقول له لوجن اورجانيزيشن، لوجن ويز اورجانيزيشن كوميت اند بوش. تمام، هقول له كوميت اند اني واي اند بوش. قبل ما لسه ما يخلص هنروح على جوجل، نفتح الجيت هاب، هنروح هنا نعمل بوش، هنروح هناك هو كده عمل بوشنج، المفروض اهو بيعمل بوشنج اهو. هقول له فريند فايندر انجولار سبرينج، هقول له الكوميتس، المفروض اخش على الكوميتس الاقي الكوميتس بتاعي اهو لوجن ويز اورجانيزيشن. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح، لو في اي حاجه مش واضحه وبيشوفوها تواصل معايا، هسيب لك لينك فيسبوك ولينك تحت في الديسكربشن. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.